بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبع هداه. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام النسفي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومكم وبعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته تعالى. نعم، الإرادة يراد بها المشيئة، وهذا لما نعدد الصفات الواجبة لله تعالى. لما تفتح عمار، لما نعدد الصفات الثلاث عشرة يراد بكلمة الإرادة المشيئة، لأن الإرادة لها معنيان، تأتي بمعنى المحبة وتأتي بمعنى المشيئة. فلما نعدد الصفات الثلاث عشرة نذكر الإرادة على معنى المشيئة، لكن الله يوصف بالمحبة. الله تعالى قال: يريد الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا يدل على أي معنى؟ المعنى الذي هو المحبة، هنا جاءت بمعنى المحبة. أما في هذا يراد بها المشيئة. نعم. الشرح: أن الله تعالى يحدث الحادثات بإرادة واحدة زائدة على الذات غير متعددة أزلية أبدية لا تتغير قائمة بذاته تعالى، يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض آخر منها. نعم، يعني يقول: لاحظوا، أولا هي ليست حادثة، يعني أزلية أبدية. ثانيا لا تتغير، التغير في الصفات يدل على تغير الذات. قائمة ثابتة لله، يستحيل أن لا يتصف بها. ما هي وظيفتها؟ عاطل الرابط حاجة لو سمعت. يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض، يعني خصصنا بشيء دون شيء، بوقت دون آخر، بصفة دون أخرى. هذا يسمى هذا التخصيص. التخصيص هذا معنى المشيئة. المشيئة التخصيص، تخصيص الممكن، يعني الذي يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، بصفة دون صفة. نعم. فليس حدوث الحادثات من طريق الإيجاب بالذات، كما قالت الفلاسفة: إن الله تعالى موجب بالذات لا فاعل بالإرادة والاختيار. هؤلاء الفلاسفة يقولون: الله ليس خالقا، قالوا موجب بالذات، معناه لأن الله موجود وجب وجود العالم معه. لأن هذا موجود، هذا موجود. ما قالوا هذا يوجد هذا، ما قالوا الله يخلق، ما قالوا الله يبرز من العدم إلى الوجود. قالوا بأزلية العالم، وهذا الذي أداهم لذلك، قولهم أنه موجب وليس محدثا. هذه عقيدة الفلاسفة، ينفون عن الله الفعل بالإرادة والاختيار. يعني قالوا يوجد عالم لأن الله موجود، وأحيانا يذكرون العكس، بعض الفلاسفة قالوا لأن العالم موجود الله موجود. يعني هذا من حيثية، قال العلماء هذا أبشع، هذا أبشع. كلاهما فاسد، كلاهما فاسد، ولكن الله تعالى بيّن أنه خالق للعالم بآيات كثيرة، وهو مالك العالم. أما القول بالوجوب هذا الموجب بالذات، هذه يسمونها أحيانا علة. هذا الذي يذكره علماء أهل السنة، يقولون لا طبيعة ولا علة، يعني ليست الطبيعة توجد، ولا أن هذا العالم لا موجد له باختيار. الله هو الموجد،
بالدال وليس موجب بالذات. عرفتم ما الفرق؟ الموجب بالذات يعني هذا يشاركه في الوجود، يعني وجد معه أو كان معه من غير أن يخلقه هو، لا اختيار له في وجود هذا العالم. هذا قاله واحد من أدعياء التصوف يقال له ناظم القبرصي، هذا يأتي إلى أندونيسيا كثيرا، مات له تلاميذ، واحد من بات القباني وواحد اثنان من بات من آل القباني، تسمعون به ناظم الحقاني يقولون له نقشبندي. الطريقة النقشبندية بريئة، لحية طويلة ويعملون هكذا القلنسوة. من أمريكا لهم انتشار، أمريكا أصله في بريطانيا وعاشوا أصولهم من قبرص. قبرص هذه بين اليونان ومصر ولبنان هكذا في وسط البحر، جزيرة قبرص. هذا له طامات قال عن العالم والعياذ بالله، قال وجود العالم مع الله في الأزل علامة الكمال في حق الله، يعني العالم كان مع الله في الأزل، مثل ابن تيمية نفس العبارة الله يرحمنا. فإذا الله فاعل بالإرادة والاختيار، يعني خالق وله إرادة مشيئة، مختار ليس مجبرا، هذا معنى قالوا يعني الفلاسفة. قالوا بل لزم من وجود الله وجود العالم، فلذلك العالم أزلي مع الله وهو مذهب ظاهر البطلان. نعم. والعجب كيف راجع على الفلاسفة الذين كانوا ينتسبون إلى الإسلام مثل ابن سينا. يعني عجيب كيف تبنى ابن سينا والفارابي ونحوه ونحوهما، كيف أخذوا هذا الاعتقاد العجيب. الله يهدي من يشاء. هم تبعوا فيها أرسطو طاليس. أرسطو هو كان في ما قبل بعثة النبي، يعني يقال له من القدماء، فلاسفة قدماء. أما هذا الذي هو ابن سينا، بعضهم يقول عنه من الفلاسفة الإسلاميين. إذا قال واحد عنهم إسلاميون على معنى ينتسبون للإسلام يعني، وإلا هم عندهم عقائد تخرج من الإسلام. معطلة كذلك، يعني ينفون الصفات، قالوا اتصاف الله بالصفات، إذا قلت له صفات أزلية جعلت معه شريكا في الأزلية. طيب أنتم تقولون العالم أزلي والعياذ بالله، كيف التناقض؟ سبحان الله، لاحظت؟ يعني يقولون نحن لا نقول عنه سميع بسمع حتى لا نجعل معه شريكا في الأزلية، ثم يقولون العالم أزلي، هذا تناقض. الله يرحمنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ورؤية الله تعالى جائزة في العقل. الشرح: أن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته تعالى، بل يحكم بجواز ذلك. نعم. أول أمر الآن كان إذن الكلام عن الرؤية لله. الله يراه المسلمون يوم القيامة وهم في الجنة يرونه بلا مكان، فقال عنها النسفي رحمه الله جائزة. طيب جائزة شرعا أم عقلا؟ عقلا وشرعا. العقل لا يمنع أن يكون الإله متصفا بأن يكون الإله يرى، العقل يقبل أن يرى الإله يوم القيامة لأنه موجود. الحافظ محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله يقول: والله موجود فصح أن يرى، يعني لأنه موجود يجوز عقلا وشرعا أن يرى. أما الشرع تعرفون الآيات، قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النضرة جمال الوجه، إلى ربها ناظرة،
هذا دليل أن المؤمن يرى الله في الآخرة. نعم. وهذا معنى قوله جائزة في العقل. وقد حكم الشرع بحصولها فهي ثابتة نقلا، وهي أي الرؤية غير العلم، أي أن الرؤية العباد ربهم في الآخرة ليس المراد منها العلم. إيه يعني ليس المراد منها العلم بوجود الله تعالى، بل هي أمر زائد على العلم به، نعلم به ويراه، يعلمون به أنه موجود ويرونه، هذا شيء زائد على العلم، يعلمون أنه موجود بلا كيف ولا مكان ويرونه بلا كيف ولا مكان. لأن بعض الناس ماذا قالوا؟ هذا تابع للعلم. كلمة يرى تأتي أحيانا على معنى العلم، من رأى منكم منكرا، ليس شرط الرؤية بالبصر، يعني من علم، لكن هنا يراد بها إيش؟ يراد بها الرؤية التي هي زائدة شيء، يعني آخر على معنى ليس العلم، هو ليس العلم، هذا غير هذا. فكما صح أننا في الدنيا علمنا وجوده بلا كيف ولا مكان، صح أن يراه المؤمنون بلا كيف ولا مكان، هذا لا يتنافى. فالله لا مكان له ولا كيف له، يرونه لا كما يرى المخلوق. نعم. ليس المراد منها العلم بوجود الله تعالى، بل هي أمر زائد على العلم به. نعم. قال أهل الحق: علة صحة الرؤية عقلا الوجود، فالبارئ موجود فيصح عقلا أن يرى. أيوة، هذا تعريفهم. وهذا رد أيضا على الذي ينكر علينا أن نقول عن الله موجود. الوهابية اليوم يقولون لا يقال الله موجود، قالوا هذه الكلمة الله موجود جعلت الله مخلوق، قالوا لأنها على وزن مفعول، هذا ضعف فهم. الله موجود ليس معناه غيره أوجده. فقال العلماء: الموجود ثلاثة أقسام، أزلي أبدي وهو الله، أبدي لا أزلي كالجنة والنار، لا أزلي ولا أبدي كالإنسان. فإذا هذا ما فيه تشبيه لله بخلقه، وليس معناه غيره أوجده. طيب ما الفرق؟ الله ثابت الوجود، أما غيره دخل في الوجود. دخل في الوجود يعني سبقه عدم، الله ما سبقه عدم. هذا التفريق، هذا موجود العالم والله موجود، لكن الفرق إيش؟ الله تعالى ليس غيره أوجده، أما العالم غيره أوجده وهو الله أوجده، هذا الفرق. إذن الله موجود فيصح عقلا أن يرى. الأمر الثاني شرعا، ثبت هذا في الشرع في أحاديث لرسول الله وفي القرآن. نعم. وكذا يصح عقلا أن نرى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح وغير ذلك، وإنما لا نراها بالأبصار، لأن الله تعالى لم يجري عادته في خلقه بأن يروا ذلك، ولو شاء لنا أن نراها لرأيناها كما نرى الأجسام. نعم، يعني في الأصل أنت كما ترى الأجسام، الله تعالى لو أعطاك القدرة لرأيت الرائحة، رأيت الطعم ونحو ذلك، لكن الله تعالى ما جعل العادة أن ترى الصوت، أن ترى الرائحة، أن ترى الطعم، هذه لا نراها. سبحان الله، في أشياء خلقها الله لا نراها، حتى أشياء أجسام مثل الروح، مثل الملائكة، مثل الجن، من حيث العادة لا نراهم، أخفاهم عنا. فلو أعطاك الله لرأيت كما يرى الناس عند الاحتضار ملائكة الرحمة إذا كانوا من الطيبين، ويرون ملائكة العذاب إن كانوا كافرين، نسأل الله العافية، يرون ملك الموت، هذا يحصل على فراش الموت. وبعض الناس يكرمهم الله
يرون ملائكة يكون هذا الإنسان من الصالحين، مثل عمران ابن الحسين الصحابي. عمران كان يزوره كل ليلة 4 من الملائكة، كل ليلة يزورونه. كذلك كان هناك صحابي يقرأ القرآن، كان ينزل عليه نور من السماء، يرى ملائكة تنزل عليه وبركات. غيره يرى وهو يقرأ. هذا كله يدل أن من أعطاه الله قد يرى، لكن في الأصل نحن لا نراهم. لذلك الجن إذا أنت تراه متشكلا، يعني حتى نحن لم نعطى أن نرى الجن على صورته الأصلية. أما الملك قد نراه على صورته الأصلية، كما رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل، كما نرى الملكين في القبر في السؤال. المؤمن والكافر يرى الملكين منكرا ونكيرا، لكن الله يثبت قلب التقي لا يخاف منظرهما يخاف منه الإنسان عادة. الله يثبت قلب التقي فلا يرتاع من منظرهما. نعم. والله تعالى يرى بلا مسافة لأنه ليس من لازم رؤية المسافة. نعم، المسافة تكون بين مخلوق ومخلوق، يعني أنا وأنت الآن بيني وبينك ماذا يوجد؟ مسافة. أما الله ليس بينه وبين خلقه مسافة. الذي بينه وبين غيره مسافة ماذا يكون؟ بينه وبين غيره هو جسم وغيره جسم. ثم المسافة يعني بينك وبين الآخر، أنت في جهة وهو في جهة. ثالثا يعني أنت حللت في مكان وهو حل في مكان، أنت ملأت فراغا وهو ملأ فراغا. لذلك ليس من شرط الرؤية المسافة. نعم. ولم يدرك المعتزلة ذلك فقالوا تحكما إن الشيء لا يرى إلا مع مسافة بينه وبين الرائي ولا يرى إلا في جهة منه. قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا لا يرى إلا في جهة، فقالوا إذن الله في جهة، هؤلاء مجسمة مشبهة. أما أهل السنة قالوا الله كان موجودا قبل الجهة بلا جهة، وبعد أن خلق الجهة لا يحتاج إلى الجهة. نعم. فإن قالوا وبما أن الله تعالى موجود بلا مكان ولا مسافة بينه وبين الخلق فإنه لا يرى، فجعلوا رؤيته تعالى مستحيلة وقد ضلوا في ذلك. المعتزلة قالوا الله لا يرى في الآخرة. عندهم هم هؤلاء تأويلات، لذلك بعض العلماء ما كفروهم على هذه المسألة، قالوا متأولين، اعتبروا هذه أحاديث لم تثبت عن رسول الله. هي أحاديث وآحاد لا شك يعني، ولكن نقول لهم أغلب الدين قام على أحاديث الآحاد، الأحاديث التي هي متواترة قليلة في الدين. لكن نعم، أحاديث الآحاد إذا وصلت إلى درجة التي يقال لها المشهور، بعض أهل السنة اشترطوها في العقيدة، الحنفية يشترطونها في العقيدة. مشهور يعني رواه 3 في كل طبقة فأكثر، أقل من المتواتر يكون، ولكن يعتبر من أحاديث الآحاد، يقال له ذلك في مصطلح الحديث. لكن لم يروه 1 فقط أو 2، هذا اختلاف عند أهل السنة. الإمام الأشعري لم يشترط التواتر في العقيدة، إنما يفترون عليه في بعض الكتب إنه لا يقبل الحديث في العقيدة إلا إذا كان متواترا، كذب على سيدنا الأشعري. هذه عقيدة المعتزلة ليس الأشعري. بعض يعني 1 أو 2 من أهل السنة قالوا هذا، لكن كلامهم غير معتبر، يعني العلماء ردوا عليهم، فكأنه إجماع عند أهل السنة، يعني كلام هؤلاء كالعدم. المحققون قالوا
لا يشترط التواتر. بعض العلماء قالوا الأحاديث المتواترة 50 حديثا، وبعضهم قال 200 حديث. طيب 200 حديث ما فيها كل العقائد هذه، ثم كثير من هذه ليست في العقيدة، في المعاملات، في الوعظ، في إخبار، في عذاب القبر إلى آخره. طيب، فالحاصل نحن نقول الله يرى يوم القيامة، هؤلاء المعتزلة يقولون الله لا يرى في الآخرة. هل يكفرون على هذه المسألة؟ لا. لماذا؟ متأولون. هذا يعتبر فرع من العقائد، ليس كنقض أصل الشهادة الأولى. أما قولهم إن الله، قولهم إن العبد يخلق فعله، هذا كفروا لأجله، لأنهم جعلوا مع الله شريكا في الخالقية. لاحظتم الفرق؟ لما يقول الواحد يوجد خالق مع الله كذب لا إله إلا الله. هذا أصل الذي يخالف فيه لا يعذر مهما كان جهله. أما الثانية مثل هذه، مثلا واحد أنكر الحوضة، أنه يوجد حوض يوم القيامة يشرب منه المسلمون لجهله، أو متأولا، أو قال إن الرسول ما قال عن هذا، لم يكفروه. أما مثلا قال إن محمدا كذاب، كفر، لا يعذر. لماذا؟ أصل الشهادة الثانية. إذن العقائد قسمان، قسم لا يعذر الجاهل ولا المتأول ولا قريب العهد بإسلام فيها، لا يعذر، وقسم يعذر، يعلم، يناقش. عرفنا؟ فلما واحد يعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يرى، لا نكفره. هذا ماذا؟ قالوا هذا في فرع ليس أصل الشهادة الأولى أو الثانية، ماشي؟ لكن نحن نعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت أحاديثه تدل على أن الله يرى، والآية تكفي. ومن الأدلة الآن سيأتي أن موسى طلب من الله أن يراه، فلو كان مستحيلا عقلا أو شرعا ما كان سيدنا موسى طلبه. من أفهم وأعلم بالمستحيلات العقلية؟ الأنبياء، هم أخبر منا وأعلم منا، يعرفون المستحيل أكثر منا، فلو كان مستحيلا لما سأل. فسيدنا موسى لما سأل عرفنا أنه جائز عقلي، يعني عرفنا أنه يجوز عقلا أن يرى ربنا تعالى. فهمتم الاستدلال؟ هي مكتوبة، الآن نقرأها ونشرحها إن شاء الله. تفضل يا شيخ فوزي. ماذا تقصد بأن كلامهم متأول؟ يعني هم تأولوا في فهم الشرع، اجتهدوا فأخطأوا، لكن اجتهادهم باطل، ليسوا أهل اجتهاد. هذا عبر عنه أهل السنة بالاجتهاد، وبعضهم عبر عنه بالتأويل. ليس كاجتهاد الشافعي ومالك، يعني لا، يعني سعوا في فهم المراد، ليس اجتهادا يعني معتبرا، سعوا في فهم المراد، وكان سعيهم باطلا. مثل الذين قالوا لا تجب الزكاة علينا لأن النبي مات صلى الله عليه وسلم، قالوا الله قال خذ من أموالهم صدقة، فخذ يعني يا محمد، وقد مات محمد فما عاد واجبا علينا. سيدنا أبو بكر ما كفرهم، هو والصحابة، اعتبروهم متأولين، يعني فهموا خطأ، هم شرحوا الآية خطأ. ولكن ليس في الأصول وليس عنادا، فلذلك لم يكفروا، لأن واجب وحلال وسنة ومكروه هذه تعرف بالسماع، ليست كتنزيه الله والصفات الثلاثة عشرة وعصمة النبي عن الكذب. أما من كان اعتقد في الله أنه مثلا عاجز أو جاهل
هذا لا يعذر، لأن هذا أصل الشهادة الأولى يكون كذبه، يعني يكون أصل الإسلام والإيمان ما حصل فيه. بعض الناس يخلطون بين هذا وهذا بدعوى يقولون لا نكفر أحدا، والآخرون أيضا يقولون نكفر الكل. لا، الصواب التفصيل، الصواب التفصيل. هو العلماء يقولون أحيانا من خالف الإجماع كفر، هؤلاء بعض أهل السنة، لكن الصواب القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ من خالف الإجماع متى يكفر؟ إذا كان معلوما من الدين بالضرورة وهو يعلم، لم يخف عليه. فإذا كان فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني يشترك العالم والعامي الجاهل فيها وهو لم تخف عليه فأنكرها، هنا يكفر. فإذا مخالف الإجماع فيه قولان عند أهل السنة. بعضهم قال يكفر مطلقا بدون تفصيل. القول المحقق هو القول الثاني، قالوا يوجد فيه تفصيل. ما هو هذا المجمع عليه؟ إما معلوم من الدين بالضرورة أم لا. فإذا كان معلوما من الدين بالضرورة نرى حال الشخص هل علم به أم لا، فإن علم به وأنكر كفر. مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة وعلم به، لأنه يكون أحيانا مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة لكن خفي عليه وليست في الأصول، يعلم، هذا لا يكفر، يعلم. إذا مولانا كل ما ثبت بالعقل يعني لا يعذر. الصفات الثلاثة عشرة قالوا لو لم يكن سمع آية فيها فلا يعذر، يعني هذه أمور تدرك بالعقل والنقل، أن الإله لا بد أن يكون موجودا، وأن هذا الإله لا بد أن يكون فيه هذه الصفات، فهذا إذا خالف بها لا يعذر. نعم لا يعذر. أما التي هي سمعية بالنقل، إذا لم يسمع بها خفيت عليه، يعلم. ما معنى يعلم؟ ما معناه؟ ليس معناه يجوز له، يعلم على معنى ما كفر لكن عصى. الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، حرام عليه، دخل في شيء بدون علم أثم لكن ما كفر. نعم. وأما الدليل على جواز الرؤية من حيث النقل والسمع فقول سيدنا موسى عليه السلام وقد سأل ربه أن يراه بقوله رب أرني أنظر إليك. هذا دليل في القرآن من سورة الأعراف أن الله تعالى يجوز أن يرى. من سأل؟ سيدنا موسى من أولي العزم من أعلى الأنبياء قدرا، والثالث يأتي محمد إبراهيم موسى، يعني أفضل مخلوق سيدنا محمد، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى عليهم السلام، يعني هذا عارف بالله فهو أعرف. فلما سأل عرفنا أنها ليست مستحيلة. فلو كانت رؤيته تعالى مستحيلة عقلا لكان طلب موسى لذلك جهلا بما يجوز في حق الله وما لا يجوز أو سفها وعبثا وطلبا للمحال، والأنبياء منزهون عن ذلك. يعني لو كان على زعمهم لا يجوز أن يرى لكان سيدنا موسى جاهلا بما يجوز في حق الله وما لا يجوز، وهذا لا يليق بنبي أن لا يكون عارفا بالله، يعرف ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. أو يكون سفها. ما معنى سفها؟ يعني لا حكمة في الطلب، والأنبياء حكماء، لا يوجد نبي سفيه. عرفنا ما معنى السفه؟ بعكس الحكمة،
حكيم بعكسه السفيه. الأنبياء ليسوا سفهاء، ماذا نقول عنهم؟ عندهم حكمة. ما معنى الحكمة؟ التصرف بوعي وفيه فائدة، تصرفهم كلام أو فعل يكون فيه فائدة عبرة. نعم. فقد علق الله تعالى الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه عقلا. هذا دليل آخر، لما علق الله تبارك وتعالى الرؤية باستقرار الجبل، استقرار الجبل ممكن عقلي أم مستحيل عقلي؟ ممكن. هذا الجبل الذي كان أمام موسى، هو كان على الطور وكان أمام الطور جبل آخر، الله علق الرؤية أنك تراني إن استقر الجبل، فإن لم يستقر فلن تراني. فإذا علقت الرؤية على شيء جائز عقلا، فما علق على الجائز العقلي يكون جائزا عقلا. هذا استدلال أهل السنة، هذا رد من أهل السنة على المعتزلة، قالوا الله علق الرؤية باستقرار الجبل، واستقرار الجبل جائز عقلا، ليس مستحيلا عقلا ولا واجبا عقلا، إنما جائز عقلي. فلما علق هذا بالممكن يكون ممكنا، ما علق بالممكن فهو ممكن، ممكن يعني جائز عقلي هكذا. والمعلق بالممكن ممكن، لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به. نعم. والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة. إيه، المحال عقلا لا يكون جائزا عقليا ولا يعلق على ممكن عقلي. فيلزم المعتزلة من نفيهم جواز رؤية الله تعالى، جواز رؤية الله تعالى أن يكون موسى إما جاهلا بما يجوز على الله، وإما أن يكون يعلم ذلك وإنما من باب السفه طلب من الله، وكلا الأمرين مستحيل على من نبأه الله تعالى وأكرمه بالنبوة. يعني كلامهم يؤدي أن سيدنا موسى سفيه، أو أنه لا يعرف ما يليق بالله، جاهل بربه، وهذا أيضا لا يليق بموسى عليه السلام. نعم. بل الأنبياء هم أولى بأن يعرفوا ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه تعالى، فكيف أنكروا صحة الرؤية عقلا وقد سأل موسى ربه ذلك بنص القرآن؟ فإذا الرؤية لله في العقل مقبولة، العقل يقبلها أن الله يرى. طيب لماذا لا نراه في الدنيا؟ هذا يقول العلماء بهذه العين، يعني هذا مستحيل شرعا. على أي معنى؟ الخبر ورد لا تدركه الأبصار، فعلى هذا عرفنا أنه لا يكون في الدنيا، ليس عقلا لا يقبل، شرعا ورد أنه في الدنيا لا نراه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أما النبي ما كان في الدنيا لما رأى الله في المعراج، كان في السماوات. الدنيا هي هذه الأرض الأولى، يعني الحياة الدنيا يعني الأرض التي على الحياة التي على هذه الأرض، هذه يقال لها الدنيا. فتلك كان في العالم في العالم العلوي فوق السماء، والله لا مكان له. نعم. قال المؤلف رحمه الله: واجبة بالنقل، وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين لله تعالى في دار الآخرة. يعني بعد أن ذكر الأدلة العقلية الآن يذكر النقلية. ما معنى النقلية؟ حديث أو آية. نعم. فيرى لا في مكان ولا على جهة ومقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى. وين هذه شيخي؟ أين هذه؟
فيرى لا في فيرى فيرى, فيرى. نعم. أي صحيفة سيدي أنت تقرأ؟ 51. نعم. نعم نعم نعم. فيرى لا في مكان ولا على جهة ولا على جهة ومقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى. نعم, يعني الله تعالى يراه المؤمنون وليس بينهم وبينه مسافة, هم يكونون في الجنة يرون الله لا في مكان, لا في مكان هكذا. الشرح أن رؤية الله تعالى واجبة بالنقل, أي لا بد منها على مقتضى النص الشرعي لورود الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين لله تعالى في الدار الآخرة. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبحان الله, هذه النضرة التي تحصل في الوجوه بسبب النعيم, أثر النعيم يظهر على الوجه. نضرة عبارة عن جمال وإشراق الوجه. أما وجوه الكفار ورد عنها في غبرة, يعني من الشؤم والعذاب تسود. لذلك عبر في آيات أخرى الله يبيض وجوها ويسود وجوها. من الذي تبيض وجوههم؟ المؤمنون في دخولهم الجنة. من تسود؟ المعذبون, الله يسترنا. فإذا هنا النضرة عبارة عن أثر النعيم, أثر النعيم يظهر على وجوههم. إلى ربها ناظرة, لا يجوز لهم تأويل ناظرة بمنتظرة. مرت معنا هذه, قلنا الانتظار يوجب التعب وفي الجنة لا يوجد تعب. وأما السنة فقوله عليه السلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. انتبهوا لهذا يا أحباب, هذا ورد في الحديث ثبت رواه مسلم وغيره, وهي روايات كثيرة كلها تدل على نفس المعنى. ولا يعني أن الله تعالى يشبه القمر. طيب لماذا قال كما ترون القمر ليلة البدر؟ لأنه يبين لهم أنه لا يحصل عندكم شك. أنت لما ترى القمر ليلة البدر, يعني يكون القمر مكتملا ليس ناقصا وليس بينك وبينه غيم السحاب, تراه هل تشك هذا قمر أم لا؟ لا تشك, فورا يقع في قلبك أن هذا قمر, صحيح؟ هذا معنى كلام النبي. كما أن الإنسان لما يرى القمر لا يشك أن هذا قمر, المؤمن لما يرى الله لا يشك أنه الله. لماذا؟ يرى شيئا لا كالأشياء, يرى موجودا لا كالموجودات, يرى الذي ليس كمثله شيء, فلا يحصل عنده التباس. أنا أنظر عن بعيد مثلا أو عن قرب, هذا محمد أم محمود؟ اختلط علي للشبه الذي بينهما. ترى مثلا أحيانا تأتي بالمفتاح السيارة تفتح, أوه هذه ليست سيارتي, تشبهها. حصل مرة واحد من أحبابنا المشايخ فتح وجلس أيضا, فتحت, فلما جلس نظرت كانت امرأة جالسة, قال عذرا عذرا, لم ينتبه لها يعني. فنفس السيارة نفس اللون اختلط عليه. المخلوق يشبه المخلوق, يحصل عندك شبه التباس, أليس كذلك؟ تشابه موجود بين المخلوقين. أما الله يراه المؤمن لا يشك أنه الله لأنه لا يشبهه شيء, هذا معناه. ولما قال يوم القيامة نفى أن يكون هذا في الدنيا يحصل, عرفنا يا أحباب. ولما قال سترون إنكم سترون, عرفنا أن الكفار لا يرون, يعني أخذ منها العلماء هذه الصيغة استدلالات كثيرة. الكافر لا يرى الله يوم القيامة,
ويكفينا الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ممنوعون من الرؤية. هذا فيه زيادة عذاب، عذاب معنوي على الكفار، زيادة على عذابهم الحسي، يتعذبون أن الذي حكم عليهم بالتأبيد في النار لا يرونه. أعطى العلماء مثالا، قال أنت إذا كنت في غرفة مظلمة يأتيك الضرب من حيث لا تعلم من ومن أين كيف، ماذا يصير عندك إضافة إلى الألم؟ ألم الضربة، فعندك ألم الضربة ومحتار، حيرة، من هذا الذي يضربني؟ عرفتم؟ فأنت لما لا ترى فيه عذاب معنوي. فالكفار لما منعوا لأنه مسخوط عليهم، مغضوب عليهم، الله أكرم المؤمنين بالرؤية لأنهم مرضيون، فبالرضا يرونه، وبالسخط الكفار منعوا. هكذا يقول الشافعي رحمه الله. نعم، هذا كل أهل السنة يقولونه يعني، لكن هذا استدلال ذكر عن الشافعي أنه يقوله رحمه الله. لما منعوا بالسخط أكرم الله برؤيته، أكرم المؤمنين بالرضا لأنهم مرضيون يرونه. نعم. أي رؤية لا يعتري المؤمنين فيها شك في أن الذي رأوه هو الله. وهذا الحديث مشهور يحتج به في الاعتقاد. مشهور يا أحباب، كما ذكرنا إذا كان في المصطلح الحديث فيراد به ما رواه ثلاثة في كل طبقة. الحديث المشهور هذا يحتج به في العقائد إن ثبت، لأن حتى المشهور أحيانا يكون فيه ضعف، يعني مشهور ثابت يشترط أن يكون ثبت ولم يختلف في ثبوته. أحيانا يختلف، المختلف فيه في العقيدة لا يحتج به، يعني المختلف في ثبوته اختلف الحفاظ فيه فلا يحتج به في العقائد. يوجد ضوابط. إذا راجعتم كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ذكر الشروط التي يحتج بها في الحديث في العقائد عند أهل السنة والجماعة، وذكرها غيره، لكن هو طريقته حلوة سهلة، خطيب البغدادي. نعم. ولأهل الحق دليل الإجماع أيضا، لأن الأمة هذا الدليل الثالث. إذن نحن نقول في العقل هذا جائز، في النقل هذا ثبت، الثالثة هناك إجماع أن الله يرى في الآخرة. نعم. من نقله؟ الحافظ أبو منصور البغدادي وغيره، قال الله يرى في الآخرة. نعم، نقل الإجماع يعني. لأن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة، وأن الآيات والواردة في ذلك محمولة على ظواهرها قبل أن يظهرها المعتزلة الخلاف في ذلك. يعني قبل أن يأتي ويظهر المعتزلة وأول الآيات بلا دليل، كان أهل السنة كلهم يحملون هذا على ظاهره أن الله يرى، كلهم من عصر الصحابة إلى أن ظهرت المعتزلة وأحدثوا هذه البدعة أن الله لا يرى في الآخرة. فالله تعالى ابتلى الأمة بالمعتزلة، سبحان الله، كان لهم فترة أقوياء لأن الحكام ساعدوهم، كانت فتنتهم عجيبة لولا ثبوت وثبات العلماء مثل سيدنا الإمام أحمد ونحوه لضاع كثيرون وضاع دين الكثيرين، يعني كانوا وقعوا في الكفر يا لطيف. الله سلم كثيرين ببركة هؤلاء، ولولا هؤلاء ما وصلنا الدين يا شباب. لذلك كل واحد منكم يشد الهمة في حفظ عقيدة أهل السنة على ما تقدر، ابذل جهد يعني تعليم أهلك، الناس من حولك، عقيدة أهل السنة بتمكين،
لاحظ كم نقرأ مسائل فيها خلاف خلاف خلاف، وهؤلاء الذين ألفوا في العقائد طحاوي نسفي وغيرهما يعني ما هكذا ألفوها يعني فوضى، ألفوها لتثبيت ما يقول أهل السنة حتى نتميز عن من خالفنا. في كل مسألة سبحان الله يذكرونها يكون رد على من خالفنا فيها، خوارج، معتزلة، مرجئة، جبرية، قدرية، كذا، مشبهة، يعني كل مسألة يكون يذكرونها من باب تثبيتها أن هذا نحن قولنا، وخالفنا الفرقة الفلانية أو الطائفة الفلانية. عرفتم؟ سبحان الله، رحمهم الله. حتى عقيدة العوام مثلا مع قصرها من أبيات شعر قليلة يعني، لكن فيها لما يحفظها الولد أو الشاب لما يحفظها ماذا يصير عنده؟ ترتيب لأمور في العقيدة، صفات الله كذا. لو اختلفوا معه في مسألة أو مسألتين بعض العلماء، لكن من حيث الإجمال هو يذكر عقيدة أهل السنة، لكن مثل النسفي والطحاوي سبحان الله هاتان عقيدتان عجيبتان، يعني يوجد أقوى منها في العبارات، يعني يوجد من ألف في العقائد قبل النسفي، وحتى كان يعني في زمن الطحاوي من هو يقول بالعقائد لكن عباراته أثقل في المعاني، يعني تحتاج شرحا طويلا. فهؤلاء لا بأس أن نذكرهم يعني، ولكن في العادة نذكر هؤلاء لأنهم مشهورون، الإمام الطحاوي مشهور. نعم مولانا، كيف كتب السنوسية؟ السنوسية من أجمل العقائد التي ألفت، والسنوسي رحمه الله مع شروحه هو، يعني يوجد شراح للسنوسية عندهم انحرافات في بعض المسائل للأسف. أما هي السنوسية كلها اعترض عليه بنحو 3 مسائل، ما ليست كفرية يعني أكيد، اعترض عليه في عدة مسائل يعني قال بخلاف الأقوى أو المعتمد. نعم، لكن أيضا هذه سهلة العبارات بالنسبة لما قبلها، يعني أخف من غيرها، وهو عاملها بطريقة الصغرى وصغرى الصغرى والوسطى والكبرى والمقدمات، هذه ثقيلة على كثيرين الآن في الفهم، التي هي مثل يعني أساسات في علم الكلام، يعني هذه كلها المجموعة تسمى العقائد السنوسية مع المقدمات، يعني مهم جدا فهمها على وجهها، العقائد السنوسية رحمهم الله تعالى، علماء الإسلام بذلوا جهدا كبيرا. نعم تفضل. فائدة: قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. هذا كلام من يا أحباب؟ الإمام أبي حنيفة من أهل السلف، يعني إذا قلنا عنه نقول يعني عن اعتقاد علماء السلف. السلف من هم؟ أهل القرون الثلاثة الأول، زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، 100 100 100. هذا سيدنا الإمام في كتاب له يقول: الله يرى، لكن ماذا قال؟ المؤمنون في الجنة. إذن المكان لمن؟ للرائي المؤمن، ليس المرئي. ثانيا، بأي وسيلة؟ بالأعين. طيب نحن في الله قال لا تدركه الأبصار، هذا في الدنيا، أما في الآخرة أبصار المؤمنين باقية. عرفتم ماذا قال؟ بأعين رؤوسهم، ليس معناه هنا، لأن البعض قال أعين الرؤوس يعني هنا يصير لهم أعين، لا، هذا كله يقال له رأس، مع الوجه يقال له رأس. أما لما نتكلم في الوضوء مسح الرأس، هذا الرأس هنا من منبت الشعر عند أغلب الناس إلى نقرة القفا،
هكذا، هذا يقال له الرأس. هذا في الاصطلاح الفقهي في الوضوء، عرفنا. ولذلك قال الحنفية عندهم مسح ربع الرأس، تمسح ربع الرأس، أقل شيء في الوضوء عندهم الربع كالناصية يعني. الشافعية ولو شعرة يصح. المالكية كل الرأس رضي الله عنهم. وهذا فيه يعني اختلاف رحمة. نعم. قال بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية. لما قال بلا كيفية، الكيف كل ما كان من صفات المخلوق منفي عن الله، الكمية الحجم، يعني لا يكون الله حجما ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، لأن الذي بينه وبين غيره مسافة حجم، مخلوق حل في فراغ. طيب ماذا نقول؟ بلا كيف، لا نتصور ذلك، لا تدخل في التصورات والتهيؤات. تفضل. وقال في كتابه الوصية: ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق. نعم، هذا كلام سيدنا أيضا الإمام أبي حنيفة في كتاب آخر. الكتاب الأول اسمه الفقه الأكبر، هذا الوصية، غير وصيته لتلميذه. له وصية لتلميذه السبتي أو السبتي يقال له رحمه الله، أوصاه بها بوصية مهم لكل طالب علم أن يقتدي به، إن شاء الله آتيكم بالكتاب، شرح أيضا. هذه الوصية يعني للأطفال الصغار، للكبار، للنساء، للرجال، للمشايخ، للطلاب، للعلماء حتى، يعلمه كيف يتعامل إذا حل في مكان، لما تأتي ناحية كيف تدخل على الناس، كيف تتعامل مع الناس، كيف تتكلم، متى تتكلم، شيء عجيب. لأن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ليسوا فقط في الفقه، هؤلاء أولياء مسلكون مرشدون، يعني الإرشاد والتسليك هذا يعني مثل الصوفية، لما نقول هذا شيخ طريقة يسلك، عرفتم ما معنى يسلك؟ يعني يربيه على التصوف، يربيه حتى يلتزم. هؤلاء هكذا كانوا، بل هؤلاء يعني من كبار الأولياء. سيدنا الإمام أبو حنيفة ما قبل أن يستلم القضاء خوفا من الله، مع أنه كان في زمانه من أعلم أهل أرضه، يعني إذا كان يعين في الأرض قاضي القضاة ما قبل. الإمام مالك كذلك عرض عليه ما قبل، يخافون من الله، يعني يخافون أن يظلموا أو أن يضغط عليهم ليظلموا، ما قبل. هؤلاء كانوا يخافون الله. طيب، ولهم كرامات يعني. فإذا هؤلاء، لاحظوا، أبو حنيفة من أهل السلف يثبت أن الله يرى. لقاء الله، انتبهوا يا أحباب، ما معناه؟ أن يرى المؤمنون ربهم، ليس اللقاء بالمواجهة. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان. نعم. الآن بعد أن ذكر رحمه الله ما يتعلق بالله، ثم تكلم على الرؤية، الآن يذكر توحيد الله في الفعل، أن الله وحده هو الخالق للأجسام والأفعال، لأنه أيضا من خالفنا في هذا فرقتان. الجبرية قالوا الإنسان لا اختيار له والعياذ بالله، والقدرية المعتزلة قالوا الله، قالوا العبد يخلق فعله، وهذا وهذا مخرج من الدين، كلام الجبرية وكلام القدرية. نعم. سواء القدري قال العبد يخلق بقدرة أعطاه الله إياها، أو قال بقدرة مستقلة عن الله، العقيدتان تخرج من الدين والعياذ بالله. نعم. يعني ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. تفضل.
الشرح أن الخالق لكل شيء من الحادثات من الأعيان والأفعال أي المبرز لها من العدم إلى الوجود هو الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد وهذا هو الخلق الذي لا يجوز إسناده إلا الله. كلمة خلق لها عدة معان في لغة العرب، فتأتي بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، هذا خاص بالله. تأتي كلمة خلق بمعنى التصوير، سيدنا عيسى عليه السلام الله تعالى أعطاه كان يصور من الطين الخفاش الوطواط ينفخ فيه فيطير بإذن الله. الله قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، وإذ تخلق من الطين، ما معنى هنا تخلق؟ تصور، ليس معناه تبرز من العدم إلى الوجود. هذه معجزة لعيسى جاءت في القرآن، كلمة خلق على معنى التصوير لا على معنى الإبراز من العدم إلى الوجود. تخلقون إفكا تفترون الكذب، جاءت بمعنى افتراء الكذب، إن هو إلا اختلاق إلا افتراء، فتبارك الله أحسن الخالقين. ليس معناه يوجد غير الله يبرز من العدم إلى الوجود، لا، فتبارك الله أحسن المقدرين. هنا جاء بمعنى التقدير، أنت تقدر وأنا أقدر، تقديري وتقديرك يخطئ، أما تقدير الله لا يخطئ. نعم تفضل. وليس الأمر كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله وعمم ذلك في كل ذي روح حتى البقة، فإنها عندهم تخلق حركاتها وسكناتها والعياذ بالله تعالى. عرفتم ما هي البقة؟ هذه التي تأتي على الوسخ في بعض الفرش، الفراش يجتمع فيه أحيانا حشرات صغيرة، أحيانا لا نراها إلا إذا اجتمعت على بعضها، يكثر في الصيف من العرق، وأحيانا يعني هذه تتكاثر في الصيف، فهذه البقة صغيرة جدا، حتى هذه يعني مع صغرها قالوا هي تخلق أفعالها. يعني انظروا من هذه العقيدة الفاسدة، سبحان الله، قالوا النملة والذبابة كله يخلق فعله، أنت وأفعالك خلق لله، هذه عقيدة أهل السنة. نعم. ويكفي دليلا لأهل السنة من حيث العقل أن يقال لو كان العبد خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا من العالم، وكل منا يعلم بالضرورة أن المشي من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات متخللة وعلى حركات بعضها أسرع وبعضها أبطأ، ولا شعور للماشي بذلك، وليس هذا ذهولا عن العلم، بل لو سئل لم يعلم، فكيف إذا تأمل. يكفي الآن، نقف هنا. لم ينتهي الدرس، مرادي أشرح هذه الجملة، هذه الفقرة طويلة ما شاء الله. إذا أنا مشيت من الجامع مثلا الأزهر إلى الساحة، هذا بإرادة مني، ليس نسيا أو ذهولا، يعني ليس بغير إرادة، بإرادة، ومع ذلك أنا لا أعرف عدد الخطوات التي خطوتها، فكيف أكون خالقا لها؟ كم حركة وكم سكنة حصلت مني بهذا المشي مع المسافة هذه؟ وقت قصير، مسافة قصيرة أو طويلة، مشيت من هنا مثلا إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، هذه الخطوات والسكنات أنت لا تخلقها، الله خلقها فيك. طيب ماذا يقال عن مشيك أنت اكتسبته؟
أنت وجهت إرادتك نحو الفعل وخلق الله فيك الفعل. هذا هو. نعم. فكيف إذا تأملنا في حركات سائر أعضائه في التقلب والقفز 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 عرفت ما هو القفز؟ متى تسمى هكذا؟ النطة في المصري النطة يا مولانا، ينط نطا يعني. طيب أو نقول وحشة مولانا. إيه؟ وحشة. أصدق فاحشة؟ لا. قفزة فاحشة؟ نعم. وثبة فاحشة يعني؟ نعم. في الصلاة هذه تعبر عنها فاحشة يعني تبطل الصلاة. نعم. حركة فاحشة يعني الناظر إليك لما يراك لا يعتقدك في الصلاة. هذه قفزة. إيه بارك الله فيك. نعم. والأخذ والبطش ونحو ذلك، فظهر أن العقل يحكم بأن العبد ليس خالقا لأفعاله. يعني كل ما يحصل منك في اليوم من الصباح إلى الآن، من منا يحصيه يا شباب؟ من حركات وضربات القلب والقفز وأخذ شيء، مشي، نوم، لباس، خلاء، وضوء إلى آخره. ماذا فعلنا مثلا؟ جلوسنا هنا حتى في الدرس الآن مثلا، من منا أحصى حركاته وسكناته وتأملاته وخواطره و لا نحصيها. فإذا الله تعالى هو الخالق، ألا يعلم من خلق؟ فالخالق عالم بما خلق، أما أنت لست خالقا بدليل جهلك بما يحصل منك على معنى لم تحصيه. نعم، لم تحصيه. نعم. ودليل أهل الحق من حيث النقل قوله تعالى وخلق كل شيء. فلفظه هنا كل يشمل الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. نعم. لأن الشيء يشمل الأجسام والحركات والسكنات والإرادات والنوايا وسائر الأعراض، ولا سبيل للمخالفين إلى أن يخصصوا الشيء بالأجسام، لأن ذلك مخالف للغة، فثبت عمومه الأجسام والأفعال. نعم، الشيء يشمل الأجسام والحركات والسكنات يعني الأعراض. ما هي الأعراض؟ صفات الجسم. الحركة ما تعريفها؟ انتقال الجسم من مكان إلى مكان، هذا يقال له حركة. السكون أو السكنات جمع سكون، استقرار الجسم، ثبوت الجسم في مكان. الإرادات جمع إرادة، ما يوجه قلبه نحوه، يقصده يعني. النوايا جمع نية، عقد القلب. وسائر الأعراض من يخلقها في العبد؟ الله. فإذا الذين خالفونا فقالوا الله خلق الأجسام فقط ولم يخلق الأفعال كذبوا الآية. الله قال وخلق كل شيء، فكل شيء شملت الجسم وصفات الجسم. فلما يقولون لك فقط الجسم، أين دليلهم؟ لا دليل لهم. ثم هذا التخصيص ينافي أن الله تمدح بذلك، فلو كان الذي هو مخلوق له الأجرام فقط ليس أفعال العباد كحركاتهم وسكناتهم، لم يكن في إخباره بأنه خلق كل شيء تمدح. يعني لو كان ربنا فقط خلق الأجسام ما كان هذا مدح له لما قال وخلق كل شيء، هذا مدح لله. أما أن يكون خلق شيئا دون شيء يعني غيره خصصه وله شريك يعني في الخالقية، أعوذ بالله. تعرفون أن المجوس يقولون يوجد خالقان، خالق الخير وخالق الشر. هؤلاء القدرية أبشع عقيدتهم، أشد خبثا يعني. لماذا؟ جعلوا مع الله خالقين، ليس اثنان فقط، ليس اثنين، جعلوا كل الناس تخلق.
ليس الناس فقط، الجن والملائكة والبهائم عندهم يخلقون. الله يرحمنا. نعم. فإن حركات ذوات الأرواح وسكناتهم أكثر من أجرامهم بكثير من المضاعفات. إيه نعم، يعني لو أنت قارنت العدد بين الأجسام وأفعال الأجسام، كم أيه أكثر؟ الأفعال، حركات وسكنات كل البشر وكل الجن. ذو الأرواح يعني المخلوقات التي فيها أرواح، إنس، جن، بهائم، ملائكة. هؤلاء ماذا نقول عنهم؟ ذو الأرواح. منهم ذو العقول، إنس، جن، ملائكة. البهائم ما فيها أرواح. فإذا نظرنا ما هو الأكثر، الأفعال أم الأجسام؟ الأفعال. فيكون غير الله على زعمهم يعني خلق أكثر من الله، يكون عدد ما يخلقه الناس والملائكة والجن أكثر مما خلقه الله، وهذا ليس مدحا لله. واضح؟ فلما قال الله وخلق كل شيء، ماذا نقول عن الآية؟ فيها تمدح أم فيها ذم لله؟ تمدح، مدح يعني، فيها ثناء على الله، فيها وصف الله بما يليق به. أما لما يقال غيره خلق أكثر منه، أين المدح؟ هكذا. نعم. ومن دلائل أهل الحق السمعية قوله تعالى في مقام التمدح بالخالقية لكونها مناطا لاستحقاق العبادة، أفمن يخلق كمن لا يخلق. نعم، كأنك نعم، هذه قلناها. يعني يقول أهل السنة، أهل السنة والجماعة حماهم الله، من الأدلة العقلية ما ذكرناه، السمعية، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني الله تعالى وحده من يبرز من العدم إلى الوجود، يعني الذي يستحق العبادة هو الخالق الذي يبرز من العدم إلى الوجود. هذا مناط استحقاق العبادة، يعني الذي يكون فيه هذه الصفة هو الذي يستحق أن يعبد، فكل ما دونه لا يبرز من العدم. إذن لما قال الإمام الأشعري لا إله إلا الله، قال معناها لا خالق إلا الله، لأن الإلهية والألوهية ما هي؟ القدرة على الخلق، فلا خالق إلا الله، هذا معناه. نعم. تنبيه: وصف الإمام أبو منصور عبد القاهر التميمي المعتزلة بالشرك. قال عنهم مشركون، لماذا؟ لأنهم وصفوا الله تعالى، وصفوا العبادة بما هو خاص بالإله، يعني عبدوا غير الله. أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك، هذا الشرك، أليس كذلك؟ الرسول وصفه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الإمام أبو منصور صاحب كتاب الأسماء والصفات وأصول الدين هكذا يقول. قال المعتزلة يعني الذين قالوا إن العبد يخلق مشركون. نعم. فقال: القدرية مشركون بربهم لقولهم بأن العبد يخلق أفعاله. وهو وصف صحيح سديد. نعم، يعني كل إنسان مشبه يا أحباب كذلك يقال عنه مشرك، لأنه عبد غير الله، عبد صورة، يعني عبد شيئا هو تخيله. كذلك الذي يقول يوجد غير الله يبرز من العدم إلى الوجود، هذا أشرك. نعم. والإمام عبد القاهر البغدادي من أئمة الشافعية الأشعريين، وقد نقل في كتابه تفسير الأسماء والصفات إجماع العشائرة على تكفير المعتزلة والمشبهة. إذا قيل لكم فيها خلاف قولوا لهم ليس صحيحا. هذا الإمام أبو منصور ينقل الإجماع، فما وجد في بعض شروح الجوهرة وبعض شروح عقيدة العوام من أن القدرية اختلف في تكفيره
وبعضهم يقول والعياذ بالله والأصح عدم تكثيره، أعوذ بالله، هذا كلام بخلاف الإجماع. من نقل الإجماع؟ أبو منصور البغدادي وغيره، البياضي في كتاب إشارات المرام يذكر هذا عن الإمام أيضا أبي حنيفة. ثم هناك مسألة مهمة يا شباب، ليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر. ليس كل إنسان قال كلاما يعتبر، يكاد لا يوجد مسألة إلا وتجد فيها اختلافا. هل كل اختلاف مقبول؟ لا. طيب الذين قالوا لا نكفر المعتزلة، يحمل كلامهم على المعتزلي الذي لم تصل بدعته إلى الكفر، ليس عن القدرية. يعني مثل هؤلاء الذين قالوا الله لا يرى في الآخرة، أو الذين قالوا الجنة والنار الآن غير موجودتين إنما توجدان في الآخرة، هؤلاء ما كفرهم أهل السنة. فلما نجد مثلا النووي يقول رحمه الله نصلي خلف المعتزلي، ما مراده أي معتزلي؟ الذي لم تصل بدعته إلى الكفر، لأنه في مكان آخر يقول في باب الردة من قال عن شيء حصل بغير تقدير الله كفر. يعني هو يكفر من كذب بالقدر، صحيح؟ فإذا فهم من كلامه هو ما قال القدري، قال المعتزلي، لأن المعتزلة قسمان وهم 20 فرقة. قسم بدعتهم أقل من الكفر، وقسم والعياذ بالله تعالى وصلت إلى الخروج من الدين. نعم. وبعض العلماء دس عليهم يا شباب حقيقة، يعني وجدنا كتبا ثم وجدنا مخطوطات، كنا نقول هذا من باب تحسين الظن، ثم لما رأينا المخطوط الله أكبر، ما فيها هذا وهذا وهذا، تجد يعني زيدت عبارات يعني أدخلت في كتبهم. كنا نتعلم في علم الحديث، تسمعون الحادث أظن، واحد ممن ينقل عنه رحمه الله تعالى في الحديث، يقولون واحد من أقربائه وصل إلى كتبه، إلى دفاتره، وماذا فعل فيها؟ حرف الأحاديث، زاد كلمات فقالوا ما كان في كتبه لا نأخذ منه، ثقة يؤخذ منه ما يمليه من صدره من حفظه، أما من دفتره لا يؤخذ. سبحان الله. ويوجد العكس، كيف يعني العكس؟ آخر حياته ضاع، صار يختلط عليه، اختلط، ما عاد عنده الذاكرة القوية، فقالوا ما ضبطه في كتابه قبل هذا يؤخذ، وما كان يمليه في عمر كذا لا يؤخذ. سبحان الله. لاحظتم هذا من أي شيء أحباب؟ أن الرجال هل تأخذ عنه أم لا؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلذلك حريصون أهل السنة، حريصين على تتبع المسائل وكيف تؤخذ عقيدة. أعيد عبارة الحسن البصري، احفظوها، قال كنت إذا سئلت بسؤال أعرض نفسي على الجنة والنار، يعني قبل أن أجيب أعرض نفسي على الجنة أو النار، يعني أنا إذا أجبت بهذا أدخل الجنة أم النار، يعني أعاقب عليها. عرفتم يا شباب؟ الله يثبتنا على الدين. أكمل هذه الفقرة يا شيخي. نعم سيد. وقال أيضا اعلم أن تكفير كل زعيم من زعماء المعتزلة واجب، يعني اعتبر أن الزعماء منهم بدعتهم أودت بهم إلى الخروج من الملة، أما من ينتسب ترى ماذا هو اعتقاده؟ حتى الوهابية اليوم
سبحان الله التقينا ببعضهم لا يعتقد كل عقيدتهم. أنا التقيت حتى بعض من كان يقف عند الشبيكة، واحد منهم التقيت به طلع مهندسا يعطونه أجرة ليقف فترة الزحام يعني الشديد، التقيت به وتعرفت عليه منزه ولا يحرم التبرك ولا التوسل ولا المولد، يعني لا يعتقد عقيدتهم، فقط جاء للأجرة يقف يعني، ولا مثل الشرطة التي هناك ينظمون الدخول للمسجد النبوي. هؤلاء كثير منهم ليسوا وهابية يعني من حيث العقيدة، فقط يرتبون الدخول والخروج. نعم بعضهم يعتقد عقيدتهم، فماذا نحكم عليهم؟ هل نحكم على كل واحد في السعودية وهابي كافر؟ لا، هذا من باب الإنصاف يعني. فهمنا يا أحباب؟ طيب تفضل. وقد سبقه إلى وصفهم بالشرك كل من الإمامين الأشعري والماتوريدي رحمهم الله. يعني الأشعري كذلك قال عن القدرية مشركون، والإمام أبو منصور أيضا الماتوريدي قال عنهم مشركون. نعم. ويؤيده ما رواه الإمام الحافظ المجتهد محمد بن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. تكلم عنهما هاتين الطائفتين قبل ظهورهما، هذا من دلائل النبوة، علم من طريق الوحي تظهر فرقتان ينتسبان إلى الإسلام وهم ليس لهما نصيب في الإسلام. من هم؟ المرجئة، يعني الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هكذا قالوا. هؤلاء ما عادوا موجودين كجماعة، انقرضوا، لكن التقينا ببعض الأشخاص يوم في هذا الزمن، يعني أنا التقيت بعدة أشخاص في عدة بلاد يعتقدون هذه العقيدة، يقولون طالما أنت مسلم لا تعذب، يعني عندهم لا يعذب أحد من العصاة، الإرجاء هو التأخير، تأخير العذاب، يعني قالوا لا يعذب عاصي، الله ماذا قال؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما قال للكل، يعني الله يغفر لبعض العصاة ويعذب بعض العصاة، لكن لا نقول كالخوارج كل العصاة مخلدون في النار، نقول العاصي الذي عذب نهايته إلى الجنة لا يخلد في النار أبدا. نعم، هؤلاء المرجئة. أما القدرية الذين يقولون لا قدر، يكذبون بالقدر، مثلا يقولون الشر ليس بتقدير الله مثلا. نعم. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث من أمتي أمة الدعوة، وتشمل الكافرين والمؤمنين، وقد تقدم بيان ذلك، فيكون معنى الحديث أن هاتين الفرقتين من بين أمة الدعوة الذين أرسلت إليهم صلى الله عليه وسلم، وليس لهم نصيب في الإسلام، أي أنهم كفار خارجون عن الدين ولو انتسبوا إليه، فاعرفوا ذلك. نعم، هناك أمة الدعوة وأمة الإجابة. كل إنسان بلغته دعوة النبي يقال عنه من أمة النبي أمة الدعوة، يعني بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، من استجاب هذا من أمة الإجابة، يعني من آمن. فهؤلاء من أي أمة لما قال صنفان من أمتي أمة الدعوة؟ لأنهم كفار، قال ليس لهما في الإسلام نصيب، ليسوا مسلمين. كيف من أمته وليسوا مسلمين؟ يعني بعث فيهم لكن يكذبون، يعني هم منتسبون انتسابا، حقيقة ليسوا مسلمين. نعم. ف
فالقول المعتمد الذي عليه الأكابر من متقدم الماتريدية والمتقدمين من الأشاعرة تكفير المعتزلة، وقد كفرهم الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك رضي الله عنهم. أكمل. وقد نقل جمع من الشافعية والحنفية منهم الإمام أبو منصور الماتريدي والإمام عبد القاهر البغدادي أن المعتزلة يقولون إن الله كان قادرا على خلق مقدور العبد قبل أن يعطيه القدرة عليها، وبعد أن أعطاه القدرة عليها صار عاجزا. أعوذ بالله. يعني لاحظوا، قالوا كان قادرا فلما أعطى العبد القدرة صار عاجزا، كيف هذا؟ هل يليق بالإله؟ لا يليق. ثم هذا تغير، والعجز مستحيل على الله والتغير مستحيل على الله. نعم. وكذلك نقله عنهم من متقدم الشافعية أبو سعيد المتولي وإمام الحرمين الجويني. والجويني والغزالي والرازي والأشعري ليس صحيحا أنهم تراجعوا آخر حياتهم، كذب. الوهابية اليوم يروجون هذا. طيب إذا كان على زعمهم تراجعوا، لنقل على زعمهم يعني تراجعوا، إذا واحد قال لهم نعم تراجعوا، لما تحاربونهم كل هذه السنين؟ لو كانوا تراجعوا لما تحاربونهم بالاسم وتكفرون الأشاعرة والماتريدية؟ لهم كتب يقولون فيها علنا الأشاعرة والماتريدية كفار بهذا اللفظ، ويقولون عنا جهمية ومعطلة. نعم. كما طيب. نقله من نقل عن الإمام الماتريدي و أو من نقل عن المعتزلة هذا؟ أبو الحسن. كما نقله عنهم أيضا أبو الحسن شيث. نعم. كما نقله عنهم أيضا الإمام أبو الحسن شيث بن إبراهيم المالكي في كتابه حز الغلاصم. حز الغلاصم في إفحام المخاصم، ذكرته لكم هذا الكتاب. الغلاصم هذه غلصمة، هنا لما يذبح الواحد الشاة يقطع هنا هذا، فهو أراد الأدلة التي تنهي عقيدتهم. هذا كان من الأبطال المالكية رضي الله عنه. هذا لما كنت شابا سبحان الله حصلت معي مناظرة مع واحد من حزب التحرير. هؤلاء حزب التحرير يقولون إن مثل القدرية، يعني يكذبون بالقدر. فالشيخ قال لي اقتني هذا الكتاب حز الغلاصم في إفحام المخاصم، كلها في مسألة القدر، آيات وأحاديث وأدلة عقلية عجيبة، ليس كبيرا هكذا، صغير جميل جدا. وقال لي مرة عن كتاب الفرق بين الفرق، لأنه يذكر كل فرقة ما تقول، ثم في الأخير ماذا يقول؟ وأجمعوا أي أهل السنة والجماعة على كذا، وخالفنا فلان وفلان، وأجمعوا على كذا، وخالف فلان وفلان. من أجمل الكتب هذا، وكتاب تبيين كذب المفتري، اقرؤوه حلو. وأيضا مما يفيد الطالب المصباح المنير للفيومي رحمه الله، هذا معجم صغير، هذا المطلوب أن يكون مع كل واحد منا في كتبه. المصباح المنير هذا معجم صغير للفيومي اسمه، عالم نحوي. ماذا فعل؟ كل ما يستعمله الفقهاء من كلمات جمعها في كتاب، لذلك تجد فيه كل ما تحتاج عادة، يعني أكيد إلا أن تضطر إلى بعض الكتب الكبيرة أحيانا، لكن المقصود
غالب ما يحتاجه الإنسان منا بالفقه والمعاملات و و و كطالب علم يعني أبواب العلم أين جمعها؟ في المصباح. جميل جدا المصباح المنير، من أجمل وأروع، مثل مختار الصحاح، كذلك الصحاح أو الصحاح يقال له، هذا مختار الصحاح كذلك نافع جدا. لكن المصباح يعني أسهل. الله ينفعنا بالعلماء. نعم. فبعد هذا كيف يمترى في تكفير المعتزلة، أم كيف يتردد في ذلك وقد عجزوا ربهم؟ يعني كيف يشك في أنهم كفار إذا نسبوا إلى الله العجز؟ يعني إذا واحد يقول عن الله عاجز على زعمهم هو مسلم، إذا من الكافر؟ إذا واحد سب الله يكون مسلما، كيف يكون مسلما؟ هذا معنى كلامه. نعم. كيف وقد أشرك العبد مع الله في صفة الخلق، أي إبراز المعدوم من العدم إلى الوجود، والخلق بهذا المعنى أظهر خصائص الألوهية، حتى قال الإمام أبو الحسن الأشعري في تفسير معنى الإله: الألوهية قدرة اختراء الأعيان والأعراض. يعني الإبراز من العدم إلى الوجود، يعني هو الذي يبرز الأعيان، يعني الأحجام. الأعيان جمع عين، والعين هو الحجم. الأعراض جمع عرض، والعرض هو الصفة، صفة الحجم. نعم. وقد قدمنا أنه ليس كل معتزلي يعتقد جميع مقالاتهم، بل منهم من يقول ببعضها ولا يقول ببعض. إيه؟ طيب. يعني لا نكفرهم جميعا، وهذا من باب الإنصاف. حتى حزب الإخوان اليوم ما كلهم يعتقدون عقائد كفرية، انتبهنا يا أحباب. فإذا الإنسان منا يتروى، لا إفراط ولا تفريط، هكذا. نعم. فإذا كفرناهم فلا نعني تكفير كل من ينتسب إلى الاعتزال، إنما نعني من ثبتت في حقه قضية معينة تقتضي تكفيره كهذه المسألة. نعم. يعني إذا واحد مثلا قال والعياذ بالله الله ينام، كذب القرآن، لا تأخذه سنة ولا نوم، هل يشك في كفره؟ لا يشك. من كذب القرآن ليس مسلما. ماذا يقول النسفي؟ وتكذيب النصوص، رد النصوص كفر. يأتي معنا رد النصوص، يعني الثابتة التي هو واحد يخالفها يجحدها، هذا ليس مسلما. رد النصوص كفر، هكذا يقول النسفي رضي الله عنه في عقيدته. طيب طيب، نقف هنا إن شاء الله.